السلام عليكم ورحمة الله. عبد الحق، دائما أشوف صور دعايات لمنظفات البخاخات ومنظفات البلوف قبل وبعد، وأنه بمجرد استخدامك للمنتج البلف والبخاخ يرجع يلمع وكأنه جديد، خاصة العلب الرخيصة الموجودة بمحطات البنزين والسوبر ماركت. فالأمر دائما براسي ودائما أفكر، هل فعلا بنظف؟ وهل فعلا مفيد؟ كيف أقدر أعرف؟ وبما أنه عندنا مظلومة قلت نجرب. السيارة تقريبا ماشية 200,000 كيلومتر، وزي ما أنتم عارفين أن المحرك هذا تكسر بأحد الحلقات السابقة، وأخذنا محرك تاني ماشي 155,000. رح أقيم النتائج معكم بست طرق عشان نشوف هل فعلا الأمر مفيد ولا مضيعة فلوس. رح نشوف نظافة البوابة قبل وبعد، قراءة حساس الأوتو سنسر، القوة والعزم كيف حتكون، قراءة البخاخات أو ما يسمى بالفيول تريم اللي هو قديش البخاخ يفضل فاتح، توفير أو صرف الوقود، وأخيرا رح نصور البلوف قبل وبعد عشان نتأكد. ضروري تعرف أنه تراكم الكربون داخل المحرك هو أمر طبيعي بأي شركة كانت، فورد، جي ام، هونداي، فيراري، بوغاتي، إن شاء الله إيش ما كانت تكون، أي محرك احتراق داخلي حيتراكم فيه كربون. بعض المحركات خاصة الحقن المباشر أو الجي دي آي التراكم بيكون زيادة وبيكون واضح ومن أول 20,000 كيلومتر بالأدلة والصور. فتراكم الكربون داخل المحرك، وهذا مو كلامي، حيسبب صرف وقود، قلة عزم، صرقعة وطقطقة أو صوت صبابات، لمبة المحرك إنها تولع، وكثير من الأمور التانية. عشان نبدأ تجربتنا وعشان نقارن بشكل جيد لازم نحسب صرف الوقود. عبيت السيارة فل قبل ما أبدأ بعملية التنظيف، ومشيت بالسيارة مسافة 165 كيلومتر، ورجعت بعدها وعبيت فل مرة تانية، والسيارة صرفت 21.6 لتر ب45 ريال تقريبا، أغلبها كان بمثبت السرعة. رجعت الورشة وبدأنا بعملية تنظيف نظام الوقود والهواء كاملا من شركة بيجي. الجيد في هذه الخدمة أنك أنت بتستخدم 3 منتجات، الأول يستخدم بجهاز وينظف البخاخات والبلوف وسطح البستم، الثاني ينظف البوابة والثلاجة والبلوف وأيضا يمر على سطح البستم، الثالث واللي فيه براءة اختراع ينحط بتانك البنزين وينظف كل شيء من تانك الوقود إلى دبة الرصاص. كل العملية تأخذ تقريبا 40 إلى 45 دقيقة. بعد تسخين المحرك نحط سائل التنظيف داخل الجهاز ونركب جميع التوصيلات ونوزن ضغط الوقود ونشغل السيارة. المحرك يشتغل على سائل التنظيف حصريا، الأمر يأخذ ما بين 18 إلى 25 دقيقة حسب حجم المحرك، 4 سلندر، 6 سلندر أو 8 سلندر. بكذا نكون نظفنا البخاخات والبلوف، لأنه البخاخ بيرش على البلف مباشرة. الخطوة الثانية هي تنظيف البوابة، الثلاجة ككل والبلوف. نستخدم فيها جهاز تاني ونحط فيه المحلول الخاص بتنظيف البوابة والبلوف. الجهاز بيضغط المحلول لحوالي 60 PSI، وبنهايته في بخاخ يرش رذاذ على البوابة مباشرة والمحرك شغال. المحلول بفعل قوة شفط المحرك اللي هي 28 inches of vacuum، وهو شغال بيسحب وبيدخل المحلول لداخل الثلاجة، بنظفها وبعدين بيوصل للبلوف وبيبدأ بتمييع الكربون الجامد عليها وحرقه مع الوقود وإخراجه من المحرك. لذلك بعد الانتهاء بتلاقي كمية دخان مو بسيطة نهائيا بتطلع من الشكمان، تزيد هذه الكمية حسب كمية الترسبات والزيوت اللي موجودة داخل الثلاجة. بعد ما خلصنا رجعنا وركبنا كل شيء. طبعا لمبة المحرك ممكن تكون والعة لأنه فكينا حساس الماس اير فلو سنسر. كل اللي عليك تمسح الكود بجهاز أو بفك إصبع البطارية. الخطوة الثالثة بسيطة، وهي أنك تحط المحلول الثالث اللي هو 44K بتانك الوقود وتعبي التانك فل وتمشي فيه لحد ما يفضى تماما. الأمر هذا يأخذ من 500 إلى 600 كيلومتر، وهذا اللي عملناه في السيارة. مادة ال 44K حتنظف التانكي، الطرمبة، فلتر الوقود الداخلي، المواسير، ولأنها مادة ما هي مشتعلة أو تشتعل على درجات حرارة عالية، البنزين هو اللي حيكون الحامل لها، فهي حتنظف البخاخات والبلوف، البنزين حيشتعل وهي لا، وبكده تنظف سطح البستم وأيضا تنظف حساس الأوتو سنسر ودبة الرصاص أو البيئة. قلنا في بداية الحلقة أنه حنقيم النتائج بست أمور، فخلونا نبدأ. هذه البوابة قبل عملية التنظيف مليانة زيت، سودة ووسخة، والآن بعد التنظيف فك الثلاجة. هذه الثلاجة فكت، هذه الثلاجة صراحة نظيفة. العزم والقوة بالنسبة لي وقولا واحدا صار أفضل بكثير، وحتى حساس الأوتو سنسر صار أنظف قبل وقراءته صارت أفضل. من الأشياء الواضحة بالنسبة لي كانت قراءة البخاخات أو ما يسمى بالفيول تريم،
قبل التنظيف وبعد التنظيف. قبل التنظيف كانت 4.39 ملي ثانية، وبعد التنظيف صارت 3.32 ملي ثانية. هذا معناه أنه فترة فتح البخاخ صارت أقل، أنه البخ رجع دقيق وصرف الوقود المفروض يكون تحسن. وعشان نتأكد، عبيت السيارة فل وطلعت بنفس المشوار الأول بنفس السرعة ولنفس المسافة 165 كيلومتر. رجعت عبيت السيارة بنزين فل والنتيجة كانت صراحة رائعة. استخدمت 9 لتر أقل بنفس المشوار وتوفير حوالي 19 ريال بتوفير زاد عن 35%. والآن لعنوان الحلقة، هل فعلا البلوفة تنظفت؟ هذه صور البلوفة وحالتها لكل سلندر قبل عملية التنظيف، واضح عليها الكربون المتراكم على مدى 155 ألف كيلومتر، وهذه الصور بعد عملية التنظيف. بصراحة ما كنت متوقع أنها فعلا حتنظف. صح لسه في بقايا، لكن لا تنسى أن المحرك ماشي أكثر من 150 ألف كيلومتر، وهذا التنظيف صار من مرة واحدة. شركة بي جي يقولوا أن الأفضل تنظف البخاخات والبلوف كل 20 ألف كيلومتر، بالذات لو كان سيارتك جي دي آي أو حقن مباشر. بعض الشركات زي تويوتا والليكزس يطلع مسج على الطبلون بأنك أنت تنظف البخاخات كل 10 ألاف كيلومتر. يمكن لو عملنا كذا كانت الصور أفضل بكثير. للي يسأل، تكلفة العملية لكل الثلاثة محاليل قطع وأجور تقريبا ما بين 450 إلى 550 ريال سعودي حسب نوع المحرك، هل هو بخاخ EFI أو MPI، هل هو حقن مباشر أو تيربو، يختلف من سيارة لتانية. للي يحب هذه المنتجات موجودة في فورد الجزيرة فرع الصحافة وقريبا باقي فروع المملكة، أيضا في هونداي طريق خريص، جي أم الجميح وغيرها كثير سواء في المملكة أو خارج المملكة. بحط لكم تحت الحلقة جميع الروابط لكل الوكلاء في الوطن العربي. أخيرا لا تنسى تسوي شيء طيب حتى لو تلقى أخاك بوجه طلق. في أمان الله.